السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناه ديالكم ناصر عايز فلوكس. مرحبا بكم فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. غادي نعتذر منكم بزاف الاخوان حيت عطلت على اليوتيوب، ولكن كنوعدكم بالله غادي يكون ان شاء الله بحول الله فيديو كل يوم في جميع المواضيع، الربح المال من الانترنت ولا شروحات مواقع ولا اي حاجه كنتو تخليوها ليا في لي كومونتير. داكشي علاش الاخوان تنوعدكم كل نهار غادي يكون فيديو جديد على حساب الطلبات ديالكم. لذلك غادي نشوف لي كومونتير ديالكم ونشوفوا الطلبات الكثيره، وغادي نحاول نتطرق للمواضيع اللي كتبغيو نتوما الاخوان. فهذا الموضوع ان شاء الله بحول الله كما قريتو في العنوان غادي يكون الموقع اللي سميتو boostmmpanel.com، اللي هو موقع لبيع ولا شراء متابعين للسوشيال ميديا ديالك. بيت شرحت هذا الموقع هذا، ولكن كاينه واحد الخاصيه اللي هي جديده جدا، يمكن لك تربح فلوس من هذا الموقع هذا. الفيديو الاول شرحت لكم الاخوان كيفاش تشري متابعين للانستغرام ديالك ولا داكشي الشخصي الاكونت ديالك الشخصي، ولكن كاينه طريقه اخرى اللي تقدر تستعمل هذا الموقع وتربح منه فلوس الاخوان، اللي هي طريقه ديال التسويق بالعموله. هادشي كامل الاخوان، فقط ما غاديش نطول في مقدمه، غادي نحاول نتطرقوا لهذا الشرح هذا بخطوه بخطوه حتى كلشي الجميع اللي تيتفرجوا في فيديوهاتي ديالي يستافد. هاد الطريقه الاخوان غادي نقولها للناس المبتدئين اللي تيسولوني بزاف، تيقولوا لي يا ناصر خاصنا حنا شي حاجه اللي حنا مبتدئين ما عندناش راس المال. راس المال الاخوان خاص تبدا من شي حاجه اللي هي بسيطه، تبيع الخدمات الصغيره حتى دير راس المال باش تنضم للاي كوميرس ولا البيزنس الكبير اللي تقدر تشري السلعه ولا تشري المنتوجات ديالك وتعاود تبيعها. باش ما نطولوش الاخوان غادي نحاول نشرحوا هذا الموقع هذا كيفاش تشري متابعين ولا مشاهدات الانستغرام ديالك ولا السوشيال ميديا. ثاني حاجه كيفاش غادي نسوقوا، كيفاش غادي نديروا مثلا دروب شيبينغ، هو انك تدخل المواقع اللي كيبيعوا الخدمات المصغره وتحاول تبيع الخدمات ديال هذا الموقع هذا بتأمينة عاليه وتتكون عندك البروفيت ولا الربح. ثالث حاجه هو انك كيفاش تسوق لهذا الموقع، والموقع كيعطيك عموله على حساب شحال جبتي ديال الناس في هذا الموقع هذا. المهم الاخوان ما نتعطلوش بزاف، نحاولوا نشرحوا ونشوفوا الخلفيه ديال هذا الموقع هذا، حتى الناس الجداد اللي ما شافوش الفيديوهات الاولى يستافدوا من هذا الفيديو هذا ويشوفوني علاش زعما علاش كنهضروا. المهم الا كنتم مستعدين بقاو في هذا الفيديو. المهم مرحبا بكم اخوتي في العوده ان شاء الله بحول الله. كما تشوفوا هذه هي الخلفيه ديال هذا الموقع هذا، وهذا هو اللي كيبيع خدمات السوشيال ميديا. الا دخلنا لهنايا الكاتيجوري الاخوان كنلقاو بان كاينين لايكات، كاينين متابعين، كاينين جميع اشياء، كاين حتى ديال اليوتيوب، كاينين الخاصيات ديال اليوتيوب الا بغيتي تزيد الفيوز ولا مشاهدات اليوتيوب، كاين تويتر، كاين المهم مواقع كثيره جدا كيخدم معاهم هذا الموقع هذا وزياده متابعين ولا مشاهدات ولا حتى اللايكات. كما تشوفوا هي كاتيجوري، تختار الكاتيجوري اللي بغيتي. كاين ثاني حاجة هو أنك تختار لايكات، مثلا اختارينا اللايكات غادي نشوف واش اختارين، واش بغينا 5000 ولا 15000 ولا 20000 على داكشي اللي بغينا. والخاصية ديالهم مثلا تيقولوا لك واش اكسكلوسيف ولا انستنت داكشي بسرعة. ثاني حاجة هو أنك تدير اللينك ديال الموقع ديالك مثلا، ولا اللينك ديال مثلا الصورة ديالك، ولا إذا كنتي باغي دير لايكات غادي تختار الصورة. الان غادي نحاول بحال اللي قلت نختار الصوره ديال الابنه ديالي. الا درنا كوبي وجينا للموقع غادي نحاول ندير اللينك هنايا. ثاني حاجه الناس اللي تيستعملوا هذا الموقع، حيت انا ديجا شرحت هذا الموقع هذا، تيقولوا لي يا ناصر راه حنا تنشريو الخدمات ولا تنشريو من هذا الشيء، ولكن ما كيوصلوناش المتابعين ولا ما كيوصلوناش متابعين. اخوان هو انك الشرط الوحيد اللي تيقول لك هذا الموقع هذا هو الا هبطتوا لتحت وقريتوا مزيان، تيقول لك بان خاص الانستغرام ديالك ما يكونش برايفيت ولا ما يكونش خاص، خاصو يكون عام ولا يكون بابليك، عادي يجوك متابعين. كما تشوف هنايا خصك ضروري تخلي الانستغرام ديالك، الا جيتي الانستغرام ديالي هو اللي هو هذا، انا خليته بابليك، اي واحد يدير لي فولو، اي واحد يشوف المحتوى اللي تنقدم ولا الصور اللي كندير في الانستغرام ديالي. الا كان عندك خاص راه المتابعين ما غاديش يوصلوك. كما تشوف هنايا تدير اللينك ديال الصوره ديالك ولا اي حاجه بغيتي، هنايا تدير الكوانتيتي ولا شحال بغيتي من متابع ولا شحال بغيتي من الفيوز ولا المشاهدات ولا شحال بغيتي من لايك ولا اعجاب للصوره ديالك ولا الفيديو ديالك ولا اي شيء بغيتي تدير له بروموتد. تتحط لهنايا مثلا بغينا نديرو بحال اللي قلتي 1000، هنايا كيقول لك 1000 لايك، 1000 لايك بجوج دولار فاصله 52. من تدير سبميت كتشوف الا كانت انستنت، هنايا انستنت هي بالله غيوصلوك في مثلا في مده سريعه جدا. هذه تقدر تكتبها لهم في مواقع خمسات بحال اللي قلتي هنايا، الا بغيتي دير
زياده مشاهد زياده متابعين ولا زياده مشاهدات في الانستغرام، ضروري خصك تكتب لهم بلي راه واش انستنت ولا تعطل، تعطي ما بين ساعه حتى جوج سوايع باش ما يتشكاش منك الزبون ديالك ويقول لك راه ما وصلونيش متابعين وتلقى مشكل. داكشي علاش اختار ديما الانستنت ولا الفوريه باش ما تلقاش مشكل مع الزبون ديالك. الطريقه ديال العمل في الموقع فهي سهله جدا. كما شفتوا تدير داكشي اللي بغيتي، مثلا بغينا الانستغرام لايكس غادي نحطوه، بغينا نقلبوا على شي حاجه انستنت تنديروا اللينك، مثلا اللينك ديال الصوره ديالنا كنديروا مثلا الا بغينا 1000 لايك كنجيو لهنايا 1000 لايك ب $1.80 تدير سبميت. من تدير سبميت كيوصلوك اللايكات ديالك للصوره. مثلا انا شريت دابا شريت 1000 لايك للصوره، غادي كتب لك هنايا انستنت، هو ان واحد شويه غادي تلقى الا رجعتوا للصوره غادي تلقى بلا العدد ديال عدد ديال اللايكات في الصوره غادي يكون ارتفع. ثاني حاجه هو ان الاخوان اللي كيديروا بعض الصور تيديروا فيديوهات ديالهم في الانستغرام وكيحاولوا باش يطلعوا الفيوز، فهاد الموقع هذا كيمكن لك باش تشري حتى الفيوز ولا المشاهدات. اول حاجه غادي نرجعوا للبوست بانل، غادي نمشيو لانستغرام فيوز، نقلبوا على انستغرام فيوز اللي هي الانستغرام المشاهدات، غادي نحاولوا نشوفوا شنو هي المشاهدات ديال هذا اللي تيقدم لنا هذا الموقع هذا. تنلقاو بلا 1000 مشاهده فقط ب 0.09 اللي هي رخيصه بزاف. مثلا نقلبوا على شي فيديو عندي في الانستغرام، كما تشوفوا هذا الفيديو هذا اللي فيه 327 فيوز، غادي نحاول نكوبي اللينك بحال هكايا، غنجيو للموقع غنحطوا اللينك ديالنا بحال هذا الشيء، غنديروا مثلا نديروا 1000 مشاهده للفيديو ديالنا في الانستغرام. 1000 مشاهده جات ب 0.09 اللي هي رخيصه جدا، نديرو سبميت. كما تشوفوا تيقولوا لك بلا انستنت اللي هي حتى هي فوريه. غادي نحاولوا دابا نشوفوا الطريقه الثانيه ولا هو الشرح الثاني كيفاش نقدروا نخدموا كيفاش نربحوا فلوس من هذا الموقع هذا. كيقدم لك الموقع هو الافيليات بروجرام، اللي هو الافيليات هي انك اي واحد اذا كانت عندك مدونه ولا كان عندك يوتيوب ولا كانت عندك شانيل ديالك في يوتيوب ولا قناه في اليوتيوب، هي انك يمكن لك تجيب زبناء وتربح، تعطيك الموقع واحد الهديه اللي هي 5% ديال كل واحد حط الفلوس في الموقع. مثلا اي واحد الحد الادنى هو يحط $5 تتربح انت 5% من الكوميشن ولا الكوميشن ريت. الا حط واحد $5 انت الموقع تعطيك 5% من داك الشيء اللي حط داك الزبون حط في الموقع. هذه مزيانه. كيفاش تخدموا هذه الطريقه الاخوان؟ هي طريقه سهله جدا، هو انك تكوبي اللينك من تسجيل هذا الاختيار هذا، هو انك رابط الاحاله ديالك تدير له كوبي، كدير الكوبي لرابط الاحاله ديالك تتشدو تتحطو في المواقع. مثلا الا كنتي باغي تشرح هذا الموقع هذا مثلا في قناه ديالك في اليوتيوب، هو انك تخلي هذا اللينك هذا تحطو في الديسكريبشن لينك، الناس اللي تقيدوا وحطوا الاموال ديالهم في الموقع انت تاخذ 5% وهما عاوتاني $5 ديالهم راه تيشروا بها اما متابعين ولا فيوز ولا شي حاجه، تتبقى $5 ديالهم ما تتنقص. الموقع هو تيعطيك هديه فوق هاد $5 اللي خدا الزبون ديالك، ما تتنقصش من عنده. انت الموقع تيعطيك هديه بانك جبتي واحد الزبون بحال قلتي جلبتي له زبون للموقع ديالو. هذه هي الطريقه الثانيه كيفاش تربحوا فلوس من هذا الموقع هذا. والطريقه اللي انا ديجا شرحت في المقدمه ديال الموقع اللي هي نقدر نزيد ندير لها التفاته، هو انك تقدر تبيع الخدمات ديال الموقع في موقع خمسات ولا فايبر ولا اي موقع اللي تبيع الخدمات المصغره. والى جينا لهنايا درت هنايا في نتائج البحث زياده متابعين، تلقاو بالله هذا تيزيد المتابعين هنايا انستغرام تويتر جوجل بلس فيسبوك. هو ان هنايا من تنشوفوا هنايا تلقاو بلا واحد 32 شراو هذه الخدمه ديالو. هنا هذا تيبيع الاشتاغز. انت حاول تدير خاصيه اخرى اللي مازال انا ما شفتهاش اللي تقدر انت تربح منها، حيت ما لقيتش هنا شي واحد تيبيع الفيوز ولا المشاهدات، ما لقيتش شي واحد تيبيع الفيوز ولا المشاهدات. حاول تكتب تفتح حساب ديالك في موقع خمسات اللي ما تيتعداش توقيت ديال فتح حساب هو دقيقه ولا جوج دقائق، وتقدر تحط شي صوره اللي هي مثيره للزاب اللي غيشري من عندك، وغدير بالله انا غادي نعطيكم 1000 مشاهده
مثلا ولا غنعطيكم 5000 مشاهده ب 5 دولار. 5000 مشاهده الا جينا للموقع بغينا نشريو 5000 مشاهده، غنديروا اللينك ديال الفيديو، عفوا هذاك رابط الاحاله. الا جينا الرابط ديال الفيديو غادي نحاولوا نكوبيوه، غنجيو لهنايا ونديروا كولي، غنديروا بغينا نعطيوهم 5000 مثلا، 5000 متابع، 5000 مشاهدة. 5000 مشاهدة جات ب 0.45، ولكن في الموقع تقدر تبيعها ب 5 دولار. هي الحد الأدنى ديال الخدمات في موقع خمسات هو 5 دولارات، كل شيء 5 دولارات، داكشي علاش سميت الموقع خمسات. كما تتشوف غادي تحط هذه الخدمة هذه وغادي تبيعها للناس ب 5 دولارات وانت غادي تشريها بنصف دولار. هذه بروفيت غادي تربح 4.50 سنت. اذا تباعوا لك مثلا، الى درنا كالكيلاتريس، الى بعتي 30 خدمه مضروبه في 4.50 غنديروا تساوي، غنشوفوا بلا تدخل 135 دولار من فقط من الموقع اللي كيبيع الخدمات ديال الانستغرام، الفيوز ولا المتابعين ولا اي شيء. الا جينا عاوتاني رجعنا، هذه هي الخدمه الثانيه اللي تقدر تربح منها فلوس. هذه تنحاول نشرح غير المتابعين اللي بادين بلا ماشي ضروري دير شي حاجه كبيره عاد تربح الفلوس، راه اي حاجه بسيطه راه تقدر تربح منها فلوس. الا جينا عاوتاني نديرو ريفريش ونشوفوا واش تزادوا المتابعين. كما تشوفوا الاخوان بان المشاهدات زادت ل 1497. الا رجعتوا للاول خليناها في 3327 بحال هكايا. دابا الان من بعد 15 تقريبا، من بعد شي 3 دقائق ولا 4 دقائق تزادت لينا 1000 مشاهده للفيديو. المهم هادشي اللي كاين الاخوان، نتمنى يعجبكم هذا الشرح هذا. ان شاء الله بحول الله كما وعدتكم الى وصلتوا هذا الفيديو 5000 غادي نحاول 5000 لايك. غادي نحاول فيديو كل يوم مع الساعه ديال 3 ونصف كل نهار فيديو جديد، مع الساعة مع 3:30 كل نهار فيديو جديد. كاينين فيديوهات كثيرة جايين، كيفاش غادي نحاولوا نديروا، كيفاش نحاولوا ناخذوا لاكارت ديال باي بال اللي انا توصلت بها مرة أخرى. يلا فتحت باي بال جديد، توصلت باك اكارت لاكارت كريدي كارد ديال باي بال اللي غادي تنفعك بزاف في البيزنس ديالك. من غادي نمشيو نشرحوا البيزنس ولا الاي كوميرس ولا التجارة الإلكترونية، لاكارت ديال باي بال غادي تنفعك بزاف حيت تتخفض لك الفيز ولا دوك الشيء اللي تتخلص للباي بال غادي ينخفض، وغادي تكون عندك واحد المصداقية كبيرة مع الباي بال، ما غاديش يكون عندك ليميت وبزاف الحوايج اللي غادي نشوفوا في الفيديوهات القديمة. المهم الإخوان فقط ساعدوني باش نطلعوا عاوتاني الشانيل، نحاولوا نديروا فيها فيديوهات أخرى اللي يستافدوا منها. وكنوعدكم بالله الفيديوهات القادمه كامله ما غتكون كامله دروس اللي غادي تستافدوا منها بالتجاره الالكترونيه، وغادي تكون بالمجان، ما غاديش نبيع حتى شي كورس، ما كاين حتى شي كورس للبيع، كل شيء بالمجان. شكرا لكم بزاف الاخوان، نتلاقاو في فيديو ديال غدا ان شاء الله بحول الله مع 3:30. شكرا لكم بزاف، بالسلامه.